إذا بالنسبة للفيديو الثاني كما سبق وشرنا أننا غنخصوه لصبغي جنسي وغنختاروا الوطني 2015 العادية وغنلقاو نفس المعطيات بنفس الأجوبة في 2008 الدورة العادية. إذا بعد ما نجزنا الفيديو الأول في صبغي لا جنسي نمر الآن إلى الفيديو الثاني اللي فيه صبغي جنسي على بركة الله. إذا الوطني فوالا والوطني 2015 الدورة العادية. إذا لاحظ معايا طبيعة الحال أول شيء خصو يكون عندي هو أنني نعرف نوعية الصبغي المدروس، فهو صبغي جنسي إكس والحالي الممرض يعني غير العادي كان متنحي. مزيان ألوغ بالنسبة لي المعلومة اللي هي التمرين جملة اللي خصني نحدد منها المعطيات. يعتبر مرض الفوال من الأمراض الوراثية المنتشرة في العالم، يقدر تردد الحليل ألوغ هنا كنركز تردد ماذا؟ F ديال من ديال الحليل الممرض ألوغ هنا بزيان ألوغ الحليل الممرض كداير متنحي ومحمول على صبغي جنسي اكس. اذا بالنسبه لنا المعطى التمرين فهو اف ديال اش ديال الحليل متنحي. الحليل المتنحي شنو كنرمزوا له حنايا؟ كنرمزوا له باش كيو فوالا. اذا شنو عطاونا؟ كيو محمول على صبغي جنسي، يعني خصني نكتب ضروري اكس. واش غيكون معاها حليل متنحي؟ الرمز خصني ناخذ الرمز فوالا. شوف معايا هنا استعمل رمز M كبيرة الحالي السائد و M صغيرة الحالي المتنحي. مرض متنحي اذا نستعمل M صغيرة فوالا. اذا شنو عطاوني دابا في التمرين؟ عفوا عطاونا F ديال H F ديال X M صغيرة اللي هو Q يساوي ماذا؟ اذا حسب التمرين على اقرا معطيات التمرين كملها في احدى الساكنات بواحد على عشرين. اذا واحد على عشرين يمثل Q فوالا. الى قريت طريقة صحيحة هذا يعني صافي قرينا راه التمرين خرج الراس فوالا. يساوي ماذا؟ واحد على عشرين هي شحال؟ هي 0.05. إذا لقيت كيو مزيان ألوغ المعلومة الثانية واللي هي كذلك مهمة هو أن هذه الساكنة خاضعة لقانون هاردي وينبر، يعني أن ساكنة متوازنة. معنى كلمة ساكنة متوازنة كيعطيني الحق شنو؟ كيعطيني الحق أنني نكتب وعندي الحق نستعمل بي أو كاري زائد دو بي كيو زائد كيو أو كاري كتساوي واحد. إذا متطابقة الهامة ممكن نخدم بها. مزيان سؤال 4 ألف، أحسب تردد كل من الإناث والذكور المصابين، ماذا تستنتج؟ نبدأ بالإناث. ألوغ المرض ما تنساش محمول على الصبغي الجنسي إكس، يعني إلا بغيت نكتب أنثى راه خاصني نكتب لها إف ديال إش فوالا إف ديال إكس إكس، لأن الأنثى عندها جوج ديال إكس. ألوغ باش أنثى تكون مصابة والمرض متنحي شنو خصو يكون عندها؟ شحال من حليل فيه بوتي إم؟ شحال من حليل بوتي إم؟ عفوا جوج. إكس الأول يكون فيه بوتي إم وإكس الثاني يكون فيه كذلك بوتي إم، متفقين؟ إذا يساوي ماذا؟ هي كيو أو كاري. إلا عندك كيو ممكن تلقى كيو أو كاري، إذا يساوي ماذا؟ 0.05 أس 2 هي شحال؟ هي 0.0025. هادو بالنسبة لتردد الإناث. نمشيو تردد الذكور. إذا بالنسبة لي الذكر شنو غنكتب له؟ اف ديال اش فوالا اف ديال اكس ايغراك، متفقين؟ بما ان المرض محمول على اكس اذا صبغي اكس بوحدو اللي غادي ندير فيه الحليل والحليل متنحي، اذا نعطيه بوتي ام. ايغراك ما غندير حداها والو، علاش؟ لانه غير حامل للمرض، متفقين؟ فيش المرض فوالا. الو بالنسبه ليا كاينه اكس ام وحده، يعني عندي شناهي اكس ام وحده حليل واحد وحليل كنرمزو له متنحي بكيو. إذا كيو شحال غيساوي؟ يساوي مباشرة 0.05 فوالا بكل بساطة الشباب. ألوغ متى تستنتج؟ كاين جوج استنتاجات ممكن نكتبهم الشباب. نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن تردد الذكور يساوي تردد الحليل الممرض، وهذه قاعدة ممكن نحفظها. في حالة مرض متنحي ومحمول على صبغي إكس فإن تردد الذكور يساوي تردد الحليل الممرض. لماذا؟ لأن الشخص ذكر شحال عنده من إكس؟ إكس وحدة. إذا بحال حسبتي إكس إم بوحدة، بحال لا كاين إيكغيك بحال ما كاينش. نعم. الحالة الثانية لاحظ قارن تردد إصابة ديال الإناث مع الإصابة ديال الذكور. الذكور كيتصابوا ب 0.05 بحال قلنا احتمال الإصابة، الإناث شوف شحال 0.0025 صغر. علاش؟ لأن الذكر ياخذ غير إكس وحدة فيها المرض غيمرض، بالنسبة للأنثى خصها تاخذ جوج ديال إكس، إذا الإحتمال كيصغار.
خاصة الأم ديالها تعطيها المرض والأب ديالها يكون مرض. إذا هنا نقدر نستعمل في كيو سي إم لتحطات الوراثة البشرية ولا وراثة الساكنة يكونوا بحالة الأسئلة. في حالة المرض متنحي ومحمول على الصبغي إكس، إذا كانت الأم مصابة فبالضرورة الإبن ديالها مصاب، إذا كانت الأم والأب مصابين فالضرورة الأم البنت مصابة، أو بنت مصابة ستنحدر من أب مصاب وأم مصابة. وتردد الحليل أو تردد الحليل الممرض يساوي تردد الحليل أو تردد إصابة الذكور، كما أن المرض يصيب الذكور أكثر مما يصيب الإناث. تفقين إذا في استنتاج نقول نلاحظ أن المرض أو نسج المرض يصيب الذكور أكثر مما يصيب الإناث. مزيان، شوفوا السؤال الأخير. أحسب تردد الإناث، بغي إناث إذا إكس إكس سليمات ضروري خصو يكون عندها غرونتيم، وناقلة للمرض خصو يكون عندها بوتي إم. إذا شنو غادي نحسب؟ غادي نحسب إف، فوالا إف ديال إيش ديال إكس إكس، فوالا علما أن الإكس الأولى شنو خصو يكون فيها؟ فوالا خصو يكون فيها إم صغيرة باش يكون مريضة ناقلة للمرض عفوا، وغرونتيم باش تكون سالمة حيت غرونتيم غتغلب على بوتي ام. اذا في المدار الخارجي غيبان غرونتيم ولكن راه عندها المرض، عندها المرض ناقلة للمرض. متفقين؟ اذا شنو كنلاحظوا؟ شنو هما الحليلات اللي عندنا؟ عندنا ام كبيرة هي بي، وعندنا ام صغيرة هي كيو، وهذيك نلقاوها جوج مرات في شبكة التزاوج مختلف اقتران كنلقاوها جوج مرات بي كيو، جوج المرات دو بي كيو. شنو غادي ندير؟ غنعوض دو فاش غتضربها في كيو 0.05 و بي ما عنديش بي ولكن كان عندي نجبدها. فوالا ناخذ بي زائد كيو تساوي واحد، اذا تساوي كم؟ شحال نلقاو؟ فوالا هي واحد ناقص شحال هي كيو 0.05 تساوي شحال غتجينا؟ 0.095. فوالا غنعوض. اذا 2 نضربها فاش؟ 2 عندي بي هي 0.95، كيو هي 0.05، وغادي نلقى النتيجة. فوالا اذا تساوي مباشرة، نعطيكم انا القيمة فقط، دونك 0.095. عندك راه ماشي نفس القيمة، كاين اللي يقول لك راه خرجات بحال بي، راه 0.95، راه 95 مباشر. فوالا هذا فيما يخص الوطني 2015، الحالة اللي كان فيها صبغي جنسي إكس ومعاه مرض غير العادي، يعني الحليل الممرض متنحي. لاحظ معايا الا خديتو 2008 غتلقى راسك بحال كتخدم 2015. فوالا الوغ شنو كاين الفرق بيناتهم؟ ما كاين حتى شي فرق. هنا زادوا معلومه ما تستعملاتش في التمرين، هو ان يقدر عدد المصابين بحوالي 400 مليون فرد في العالم، يعني الناس كامل اللي مرض بهذا المرض الوراثي ديال جي سي اس بي دي. خدمنا هذا التمرين كذلك. الوغ اللي كيهمنا نعتبر داخله ساكنه متوازنه، غتستعمل بي زائد كيو. تردد الحليل الطافر هو 1/20، حليل طافر. وهنا في التمرير كنا خدمنا بهذا الحليل الطافر جي سي اس بي دي، النوع ديالو الطافر كنا لقيناه متنحي. متفقين؟ وبينا انه محمول على الصبغي اكس. اذا بالتالي باش غادي نخدم؟ غادي نخدم باكس ومتنحي، وان هذا المرض مرتبط بحليل واحد فقط. راه هذه كذلك معلومه. على احسب تردد كل من الاناث والذكور المحتمل الاصابه ديالهم. اذا عندك اناث غدير اكس اكس، اذا خصو يكون حليل متنحي مع متنحي. ذكور غادي تلقى اكس ايغريك، وغتستنتج غتلقى الاصابه الذكور اكثر لان عندك نفس الرقم اللي هو 1/20. اذا نفس النتائج كان يخرجوا، تردد الاناث سالمات وقادرات على نقل المرض. اكس الحليل السائد مع اكس مع الحليل المتنحي، غتشوف الرموز ها هما ا كبيره ا صغيره. اللي غيتبدل في التمرين هو عوض ام كبيره غدير ا كبيره، وعوض ام صغيره غدير ا صغيره.